ينضم إلينا من استوديوهاتنا في الرباط عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة. أهلا بك سيد الوزير. أهلا وسهلا، مرحبا. بداية، كيف تنظرون إلى المشاريع التي تم إطلاقها اليوم والتي تدخل في إطار الأوراش الكبرى التي تبناها المغرب منذ سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هي أوراش كما تفضلتم في تقريركم أوراش مهمة وكبيرة، لأننا نتحدث عن أغلفة مالية مرصودة يعني من حجم كبير، لكنها تزكي بطبيعة الحال توجه المغرب في اتجاه البنيات التحتية وتقوية هذه البنيات التحتية، وهذا بطبيعة الحال نهج قائم وسياسة عمومية مستمرة. هذه السياسة سمحت للمغرب بطبيعة الحال بالحصول على مستويات من النمو عالية، لكن كذلك رفعت من مستوى جاذبية المملكة المغربية للاستثمار، وهذا أساسي، لأنه لا يمكن أن نتصور استثمارا خاصا فيما بعد في المملكة المغربية إذا كانت البنية التحتية من طرق سيارة وسكك حديدية وموانئ ومجمعات ومناطق صناعية ليست بالمواصفات الدولية. نعم. فإذا هي سياسة إرادية تروم أن يكون القطاع الخاص والاستثمار الخاص يعني جاذبية كبيرة في المملكة. سيد الوزير، ستنطلق الأسبوع القادم الجولة الأولى للمفاوضات حول اتفاق شامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أين تكمن أهمية هذا اللقاء في مسلسل تعميق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟ هذه المفاوضات يعني تأتي ضمن سيرورة، كما لا يخفى عليكم المغرب كانت لديه شراكة مع الاتحاد الأوروبي تطورت إلى وضع متقدم، وفي إطار هذا الوضع المتقدم كان هناك نقاش يعني ضمن ما ينص عليه هذا الوضع المتقدم في إجراء يعني مباحثات في اتجاه اتفاق نسميه بالاتفاق الشامل والعميق، والذي سيمكن المملكة المغربية من أن تنخرط في المنظومة الاقتصادية وفي الفضاء الاقتصادي الأوروبي. فبطبيعة الحال كما قلت هي سيرورة، والهدف هو إلى أن نصل إلى أعلى مستوى من الاندماج في الاقتصاد الأوروبي، علما كما تعلمون أن أوروبا تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للمغرب، حوالي 60% من المبادلات المملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي، وتعلمون كذلك أن الفضاء الاقتصادي الأوروبي يشكل أحد أكبر الفضاءات الاقتصادية في العالم. طيب سيد الوزير، كيف سينعكس هذا الاندماج على اقتصاد المغرب، وماذا لدى المغرب ليقدمه للاتحاد الأوروبي؟ أولا، كما تعلمون هذا التفاوض هو تفاوض يأتي في منطق رابح رابح، بمعنى أن المملكة المغربية ستستفيد كما سيستفيد الاتحاد الأوروبي. طيب، المستوى الذي نسعى إليه يعني من خلال هذه المفاوضات التي ستنطلق يوم الاثنين والتي ستتمحور حول 10 فرق للمفاوضات حول عدد من المواضيع المهمة، الهدف إلى أن نصل إلى حرية ما نسميه بالحريات الأربع، يعني حرية تنقل البضائع وحرية تنقل الخدمات وحرية تنقل الرسميل، وكذلك الحرية لتحرك الأشخاص في المجال المهني. هذا سيعطي للمنتجات المغربية وللمنتجات بشكل عام يعني فرص أكثر للدخول إلى الفضاء الأوروبي، الذي كما قلت فضاء مهم من ناحية قدرته الشرائية، لكن سيسمح للاستثمارات الأوروبية أن تتدفق بشكل أكبر إلى المملكة المغربية لتستفيد هذه الاستثمارات من هذه القاعدة الموجودة في المغرب لتنطلق إلى أسواق أخرى، سواء كانت الأسواق الأمريكية والأسواق الأفريقية جنوب الصحراء أو الأسواق المغاربية والأسواق العربية. سيد عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.